بسم الله الواحد القوي القادر على كل شيء، رب الروح في كل مكان. بسم الله القادر المقتدر، رب لا يعصي أحد من أوليائه مهما طال الزمان والمكان. ولا تسري حبة في باطن الأرض إلا بأمره، وتتفاعل الأرواح مع الأجساد بعلمه. خالق الشمس وحسابتها والأرض والهواء وكل كائن أحيا بالماء، وبأسراره تحيا مخلوقاته داخل البحار والأنهار، وتطرح الأشجار وتعرف ما هو الليل والنهار. علم الطيور السفر بين البلاد، وسخر مخلوقاته لخدمة العباد، وعلم سليمان أصل الكلام، وسمع النمل وهو يميز الإنسان. يعلم السر وأخفاه، وخالق ما لا نراه. الله منظم الكون، خلق الشمس وأنارها بمعاد، وخلق القمر والنجوم والكواكب. الله منظم الزمان وخالق المكان، وعرفنا أسرار الدقائق والساعات والأيام. اللهم إني أذكرك لحبي لك، فأنت بك وحدك أحيا، ويحيا العباد بأمرك. اشرح لي صدري وانشر في روحي السلام، اجعلني يا الله أشعر بوجودك قريب مني، واطرد من عقلي الخوف والأحزان أنا وكل إنسان. اللهم إني أحبك، فجعل كل من يراني يرى حبك. اللهم إني متعطش برحمتك ورضاك. اللهم إني أختار قربك مني فثبتني، وصل قلبي بنورك، وصل عقلي بحكمتك، وصل روحي بطاقتك، وصل صفاتي بصفاتك وأسرار أسمائك، واكتبني يا الله في اللوح المحفوظ إني من جنودك ومن أحبابك. سبحانك خالق الطاقة والروح، وتعرف سر الاكتمال لاستمرار الطاقة والحياة. تعلم السر وتخفيه، سبحانك خالق الكون في ستة أيام. تقبل دعوتي يا الله بعزتك وجلالك وملكوتك ونورك يا الله. الدعاء ده ليه فوائد كتيرة جدا، بيزرع الثقة بالنفس ويفعل طاقتك، ويكون سبب قوي انه يساعدك في تحقيق اي هدف ليك وقضاء امورك وتعزيز روحانياتك. وكمان عند حفظه تعرف أسرار قوية تجعلك تتمسك بقربك من الله، وتقدر تمنع عنك نهائيا الخوف والحزن والشك والوسواس، ويجعلك تعرف تميز ما بين همسات الشياطين وأفكارك، وتكون قادر على تجنب أي أذى وضرر ليك. الدعاء ده بيجعل مكانتك كبيرة ما بين الناس، ويجعل كل من يراك يحبك من حب الله. الدعاء ده في مفتاح تعرف من خلاله إزاي تشعر بوجود الله معك، وفي كمان شفرة خاصة بعلم الأرقام والحروف تعزز روحانياتك وتطهر جسدك من كل الطاقات السلبية. وكمان في سر اللي هيعرفه هيربح جايزة قدرها 5000 دولار أو 100,000 جنيه مصري. واعرف كويس إن المسابقة دي سواء كسبتها أو خسرتها أنت هتكون ربحان. لو خسرت هتربح كل الفوائد اللي احنا ذكرناها، وكل ما عليك إنك تلاقي إجابة للأسئلة: ما هو مجموع العدد الكبير؟ ما هو الرقم الصغير؟ ما هو الاسم الناتج من العدد الكبير؟ فسر كيف عرفت الإجابة بالتفصيل. وليك حق إنك أنت تجاوب مرتين غلط، والإجابة هتكون عبر صفحة عالم الروحانيات من خلال مراسلتنا على الخاص. وما تنساش إن الفيديوهات اللي ظهر قدامك هي فيها الحل والإجابة، وعلشان كمان تعرف إنك تجاوب على الأسئلة اللي أنا ذكرتها لازم عليك انك تكون حافظ كويس جدا الدعاء، فما تستعجلش في الاجابة لان المسابقة مستمرة لنهاية رمضان. وما تنساش رسلنا للاجابة على اسئلتك، وكمان لو تم الاجابة من اكتر من شخص هتتقسم قيمة المبلغ على الفائزين. وكل عام وانتم بخير.